السلام عليكم خاوتي، في نوفال فيديو جيناكم في لعبة فيفا 20 من كارير مود. ان شاء الله لعبنا ان شاء الله نلعب اليوم مباراة ضد فريق كبير تاني، باير ليفركوزن، وراح نشوفوا الجدول تاع اليوم، الجدول تاع المباراة تاع اليوم. ان شاء الله غادي نلعبوا كونتر باير ليفركوزن، من بعد نلعبوا كونتر برشلونة ونختموا حلقة اليوم ان شاء الله. غادي نسيو نلعبوا خاطش لي ماتش فيفا جايين شوية طوال، ماشي كيما بي اس نلعبوا ثلاثة. هنا غادي نلعبو غير دو ماتش، اثنان مباريات، وان شاء الله تعجبكم الحلقه تاع اليوم. ما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس وترك تعليق جميل يفيد القناه. بون خاوتي، غادي ندخلوا بهذا التشكيله ان شاء الله، وبغيت غير نفكركم بلي نديدي راه ولا من الاصابه. بون خلوه يريح شويه، كشور راه غير كي ولا من الاصابه. و فوالا اخوتي، غادي ندخلوا المباراه ضد باير ليفركوزن ونعود. وبداية المباراة، الله على التحفة، الله 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 الله، الملعب الملعب ممتلئ عن آخره. وهنا في ملعب سينجنال إيدونا بارك، بوروسيا دورتموند يواجه الفريق الصعب القوي باير ليفركوزن. الله أكبر، يا اصدقائي بعت اليكس ويسل لانه كبير جدا، وجبت ساول نيجاز، تعاقدنا مع ساول نيجاز وجبناه، وخليناه نريح مباراه برشلونه ان شاء الله. وخلينا نسمع الاذان، الاذان راه يؤذن، خلينا نحترم الاذان. بدايه المباراه، ماركو رويس، بايلي، شهادة، ما هذا؟ بيلوتي سجل. اي 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 يا دورتموند، يا دورتموند، ركز شوي ركز شوي. تماس تماس، اوه الهدف، جول جول، الله على الجماهير، الله على الجماهير. شوف لعب، شوف لعب، كم الكروي لحقت الراس وكمل عليه بالرجل. الله، هدف انت بوندسليغا، وتعادل يعني سريع، 4 دقائق وتعادل، تعادل تعادل في 4 دقائق فقط. أليكس ويسل، لاعب سابق لبوروسيا اللي بعنا لهم ب 53 مليون، ونجيبوا ساول نيجاز تقريبا 60 مليون اورو. روح يا سانشو، روح روح يا سانشو، روح تاكد. يا حمار، انا الحمار، خرج ماتش هما اللي خرج يعطيها لدحود. ماركو رويس، ماركو رويس، سانشو خرج، اكانجي خرج الكره يعطيها لماتش هوملز، ماتش هوملز يعطيها لسانشو، وماركو رويس، الله الجراد لا يرحم. ثالث هدف له في البوندسليغا، الله الله الله. بوروسيا دورتموند يقلب الطاولة على الضيف باير ليفركوزن. ماركو رويس، ممكن الهاتريك يا رويس، ممكن الهاتريك يا رويس. الله على التمريرة، الله على التمريرة، اوه يا سلام على سانشو. ابو كريم بالعربي، ماتش هوملز اعطيه صفر صفر، يستاهل يستاهل يستاهل. الله، با با با، هدف من ركنية، هدف
من ركلة حرة رائعة جدا، رائعة يعني. الله الله، ممكن الهاتريك يا رويس. الله، العارضة 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 يا ما كاش حد. رويس، هالاند، يا هالاند يرجع لي. أشرف، أشرف حكيمي، أشرف. شاهد التمريرة يا أشرف، شاهد التمريرة يا أشرف. ونهاية الشوط الأول 2-2، ونرجع لكم في الشوط الثاني إن شاء الله. الثاني 2-2، هدفين لماركو رويس. روح يا براندت، روح. الله يا براندت، الله، هذه هدف وهذه جول. لا 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 لا، سانشو كمل كمل يا سانشو كمل. امريكان 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 وبراندت، خطيره لصالح باير ليفركوزن، وممكن هدف وممكن هدف. والحارس بيركي، 2 دقائق، 2 دقائق وقت بدل ضائع. يا رب ما يسجل، يا ربي ما يسجل. امريكان خرج خرج، كونتر اتاك خرج. لا 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 لا، خرج خرج خرج. صفر يا حكم، 3 دقائق بزاف. صفر صفر صفر، والله مباراة مغلوقة من كل النواحي، مغلوقة. خلينا نخش على الماتش الثاني وان شاء الله فوز امام برشلونة في الشامبيونز ليج. الله، على بداية دوري ابطال اوروبا، لاحظوا الانترو بدخول الى دور المجموعات. ان شاء الله الفوز، ان شاء الله ان شاء الله. تشامبيونز ليج، الله، شوف الاحماء، شوف شوف احماء من طرف اللاعبين ماركو رويس، ماتش هوملز وجيري، لا فرقنا هازار. الله، ميسي، سواريز، العداد، راكيديتش، و والله فريق قوي قوي، ان شاء الله ربي يحمينا. بداية المباراة وكالعادة جماهير بوروسيا لا ترحم. هنا في ملعب بوروسيا دورتموند، سينجران ايدونا بارك، بداية دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا. خلينا نستمع النشيد. الله الله على الجماهير، الله 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 الله. برشلونة سحب 5 الألقاب في الشامبيونز ليج، راح نواجهه إن شاء الله، إن شاء الله فقط الفوز، نتمنى فقط الفوز. خلينا نسمع نشيد دوري أبطال أوروبا. أو ساول، نيجاز، تشولز، ماتشوميلز، زاغادو، أشرف حكيمي، والحارس بوركي بالتأكيد، والكابيتانو ماركو رويس. عداد، سويزينتو، ويلا نخش للمباراة إن شاء الله. 3 نقاط في هذه المباراة، خلينا نفوز على برشلونة. هيا يا ماركو رويس، اثبت مكانك في الفريق. بداية المباراة ركلت بداية عن طريق ايرليك هالاند، زاغادو يعطيها لنديدي، نديدي بعد غياب جاب من الاصابة. اول لمسة لساول نيجيز في هذه الحلقة. ثورغان هازار، ثورغان هازار يعطيها لهافريتس، هافريتس، ممكن هالاند، هالاند، وممكن جول، وممكن جول. تيرشتيغن، هازارد، هالاند، ماركو رويس، هالاند، جول. الهدف الأول لصالح بوروسيا عن طريق تمريرة هالاند. شوف الهدف، شوف الإعادة، ماركو رويس وبالراس يحطها له. أول أهداف إيرلي كالاند في الشامبيونز ليج.
انطلق هالاند، الله هي التمريرة يا هالاند، الله جيرار بيكي. ويزينتو، سواريز، ميسي، ميسي خطير، ميسي هذه هدف، قلت لك هدف، قلت لك هدف، قلت لك هدف. يا ميسي، عندما ينطلق ميسي يسجل بالتأكيد. شوف 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 شوف، جبد الحارس في الأولى. يا حمار يا مدافع يا حمار يا اخي، دان زاغادو هذا. يا ميسي، يا ميسي، برشلونة، لويس سواريز، راكيديتش، ايفان راح الكرواتي. خطير الكرواتي. يا الشوط الاول، نعود لكم في الشوط الثاني. فرانكي دي يونغ، فرانكي دي يونغ بيعطيها ليو سواريز، الله على التيكي تاكا، الله. يا زاغادو، ضيعنا زاغادو، والله ضيعنا. كان راح يضيعنا هذه المباراة. كيكي سيتيان يعني، اخرج برا، اطلع. خديت 8 في دوري الابطال، اخرج. ركنية خطيرة زاغادو، بور. الله الله يا سانشو، الله يا سانشو، الله. ماركو رويس مر. كونتر اتاك فاشلة. والله على التمريرة يا ليو، تمريرة رائعة يا عثمان. والله الله الله، خرج 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 خرج. دقيقتين وقت بدل ضايع، دقيقتين وعلى نهاية المباراة. وان شاء الله نعوض في مباراة الإياب في ملعب الكامب نو. ونهاية المباراة ونهاية الحلقة اليوم ان شاء الله تعجبكم هذه الحلقة تاع اليوم، وما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. يعني هذه أسوأ حلقة لي، لا تعادلين، جوج تعادلات. ان شاء الله نعاودوا في الحلقات الأخرى في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. لا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناة، فنحن نتعب على هذا المجهود على الفيديوهات والى اخره. وخلينا نشوف الجدول المباريات القادمة ان شاء الله. راح نلعب ضد فرانكفورت وويرفيد بريمن، ولا نفوتو، ولا نلعبو ويرفيد بريمن، لا نلعبو فرانكفورت، نلعب فرانكفورت ان شاء الله. وهذه نسوي لها سكيب ونلعب مباراة سلفيا باراك ان شاء الله، نجلدهم جلد. ومع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر لايك، اند سلام.